السلام عليكم سي يوسف، سنلق لنا عليك في مواقع التواصل الاجتماعي أنك مخترع لدرجة الشغل بالطاقة الشمسية، وأنك أرحالة. بغيتك تهضر لنا شي شويه على التجربة ديالك في الاختراع وعلى الرحلات والمشاريع ديالك المستقبلية. نعم، كانت أول تجربة عندي في هذا درجة ثلاثية العجلات منذ حوالي 5 سنوات. رأيت ما هو متوفر في الأسواق العالمية، فقررت أن أصمم واحدة تسير على نوعية خاصة من الطرقات جبلية وطرقات غير معبدة. ومنذ ذلك الوقت طورت حوالي 6 نوعيات من هذه العجلات، ومؤخرا قمت برحلات وطنية، من أولها من مدينة قلميم نحو مدينة الخميسات 1200 كيلومتر في مدة 11 يوما، والجولة الثانية من مدينة العيون حتى المدينة الفندق 2000 كيلومتر في مدة 15 يوما. منذ حوالي سنة تلقيت عرضا من جمعية فرنسية تقوم بتنظيم رحلات تحديات، بالأخص تحديات عالمية بدراجات تسير بالطاقة البدنية والطاقة الشمسية. وقد اخترت لكي أمثل المغرب، وبالطبع أنا كنت أول من يمكنك تتضرب الدرجة السيوس، ماشي مشكلة. فمثلت يعني أنا أول ممثل للقارة الإفريقية والدول العربية والمغرب في هذا النوع من التظاهر. قررت أنني نأخذ هذه التجربة مع واحد صديق من ذوي الاحتياج الخاصة، فقمت بتصميم واحد الدراجة عند مقعدين وثلاث عجلات، مقعد لي ومقعد للصديق ديالي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف يشاركوني في هذه الرحلة من ابتداء من مدينة طنجة حتى مدينة ليون الفرنسية، ومن مدينة ليون حتى مدينة كانتون في الصين، في مدة يجب أن لا تتعدى 100 يوم، والدراجة يجب أن تسير فقط بالطاقة البدنية والطاقة الشمسية. وقد اختير لكي يخوض هذا التجارب 50 متشارك من العالم أجمع، من أمريكا، كندا، إنجلترا، إيطاليا، الصين، وأنا الحمد لله أول مشارك في هذا النوع من التحدي، أول مشارك مغربي عربي أفريقي. شنو هي الأهمية ديال الدراجة ديالك اللي اخترعتيها اللي فيها الطاقة البديلة؟ شنو هذا النوع من الدراجات؟ يسير بنوعين من الطاقة، الطاقة البدنية والطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية التي تغذي محركا كهربائيا الذي يساعد الدراج، بحيث أن الدراج إن لم يقوم بتحريك رجليه فإن الدراجة لا تسير. وبهذه الطريقة أن الإنسان يعني كي يعمل الرياضة وفي نفس الوقت كي يتنقل. يعني هنا كيحافظ على صحته وفي نفس الوقت كيحافظ على البيئة، يعني نقولوا الجسم السليم في البيئة السليمة. نعم سيوس، زرتي هذه المناطق ديال الجنوب الشرقي، شنو رأيك في هاد الناس هادو في هاد الصحاري؟ الصراحة أنا ملي كنزور المغرب، وخصوصا ملي كنزور بعض المناطق يعني نقولوا نائية يعني بين الفاظ، يعني كنعتز بالانتماء ديالي لهذا الوطن، يعني كنجبر أن فين ما مشيت بلادي داري، ما يعني واحد الشعور لا يوصف. وهذا الشيء هذا وقع لي في العيون، وقعنا في تفرة، يعني كتحس ان ما كاينش الفرق بين طنجاوي مشالح ولا، يعني احنا يعني واحد الشيء الصراحه واحد الشعور لا يوصف الحمد لله. شنو هي الرساله ديالك من الجنوب الشرقي للشمال طنجه؟ خصهم يزالوا يشوفوا هذه المناطق. نعم، مناطق يعني بحاجه لشيء من الاصلاح والدعم
وربما يعني يجب التفكير ماليا في احداث مناطق صناعيه في هذه المناطق.